مطالبة النادي الأهلي وبيراميدز باستقدام حكام أجانب لمباريات الدوري، وشايف إن يعني بيراميدز ممكن يكمل في المنافسة مع النادي الأهلي على بطولة الدوري ولا لا؟ والله أنا شايف بيراميدز أفضل فترة بيأدي فيها، يعني حتى ساعات يعني دي أنا أظن دي تخوف النادي الأهلي وتخوف نادي الزمالك، إن هو في ماتشات ما يكسبهاش بيكسبها، وده هو ده البطل. يعني مباراة الإسماعيلي الأخيرة ده بيأكد كلام حضرتك، مباراة لا أنا بقول لك في ماتشات ما يكسبهاش بيكسبها، فده دي حاجة يعني إيه على طول علامة فارقة في تاريخ بيراميدز، فده أمر يخوف على طول النادي الأهلي ويخوف نادي الزمالك، وده أكيد إن ديت يعني أنت بتشوف يعني النادي الأهلي في أوقات ما بيبقى وحش وبيكسب ماتشات وهي دي اللي بتكسبه الدوري، وكذلك الزمالك فيما يعني لما بيبقى يعني حضرتك بيتكلم على الزمالك، هل الزمالك يعني لا يزال في المنافسه رغم ان امبارح مثلا جوميز قال ان احنا حتى لو كسبنا كل ماتشاتنا يعني مش هناخد الدوري؟ لا هو طبعا هي يعني هي اصعب شويه، لكن اكيد ان هو هيلعب كفرقه كبيره بحيث ان هو يوصل في مكانته الطبيعيه، حتى لو ما خدش الدوري يرجع يروح لمكانته الطبيعيه. تقييم حضرتك للفترة اللي يعني لحسام حسن منذ أن تولى المسؤولية لغاية دلوقتي؟ لا ما تتقيمش ديت يا إسلام، ده لسه بدري خالص، الراجل بعد فترة صغيرة مسك ولعب البطولة اللي اتعملت ديت، وكانت بطولة جاي فرق كبيرة، فأكيد إن هي برضه ما تتحاسبش قوي، لكن أكيد الفترة اللي هو قعدها ديت والفترة اللي هو اشتغلها مع المنتخب ويعني والماتشات اللي جايه دي هي اللي تقدر دي فيها تقيمه، لكن اكيد الماتشات اللي فاتت دي لا فما تقدرش تقيمه خالص. يعني هل يعني البعض طالب حسام وابراهيم ان يعني يوقفوا تصريحاتهم الاعلاميه خلال الفتره اللي جايه؟ هو لو التصريح اللي قاله حسام ده حقيقي حته ان اللعيبه كذا وكذا اكيد ان ديت يعني خانوا التعبير فيها، لأني هو قال ان الدوري لا يفرز لاعب دولي. طب امال ايه اللي هيفرز اللاعب الدولي؟ لا هو كابتن حسام يعني نودي اللعيبه فين عشان نجيب اللعيبه الدولي؟ لا هو كابتن حسام بيتكلم في ايه؟ ان في صعوبه في انه إيه؟ المستوى الفني للاعبين يا كابتن مختار للدوري، المستوى الفني في الدوري للاعبين. هو ده مقصد حسام حسن، اللي هو في بعض اللعيبه او معظم اللعيبه المستوى الفني لا يؤهلهم ان هم يكونوا موجودين في المنتخب، فبالتالي الراجل كان بيتكلم على ان مش كل اللعيبه تنفع تكون موجوده في المنتخب، وبالتالي كان بيتكلم برضو ان هو محتاج تجمعات اكبر علشان يقدر يحفظ اللعيبه او يتعامل مع اللعيبه او يجهز اللعيبه اللي هيختارها للمباريات الدوليه. يعني تجمعات غير التجمعات اللي هي الاتحاد الدولي عاملها؟ لا يعني ممكن لو في امكانيه ان هو ياخد يومين زياده، ده يعني كان بيطالب الانديه ان هي تساعده على دوت. يعني يمين مش هي الفرق، لكن انا عايز اقول لك حاجه بس، يعني يعني احنا بنعاني معاناه شديده جدا 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 من التواريخ بتاعت الدوري العام. هو معقول ينفع ان في فرقه تقعد في وسط الموسم تقعد 45 يوم و50 يوم ما تلعبش؟ ده في انهي دوري في في, في 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 العالم؟ احنا دورينا صعب جدا جدا جدا، يعني مشاكلنا كثيره جدا، فاحنا هنزود المشاكل في ان احنا كمان ناخد لعيبه المنتخب ونعمل لها عشان احنا اللعيبه يعني ما بتتحضرش بشكل كويس في الدوري. اكيد ان الكلام دوت كمان مش مشكله فوق المشاكل اللي احنا عايشينها. هو مين يقول ان الدوري دلوقتي، الدوري في اوروبا كان متحدد يخلص امتى؟ في دول اوروبا كلها عندهم ميعاد من قبل ما الدوري بيبتدي، في اليوم اللي فيه النهايه ان كل الفرق بتخلص.
مش كده؟ احنا نفسنا نبقى كده. النجم الكبير الكابتن مختار مختار، نجم طبعا النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، بشكرك.